المعتقل مصطفى شكري المعتقل في سجن استقبال ترى. طبعا احنا كنا النهارده في احدى الزيارات الاسبوعيه لاخونا مصطفى، فطبعا اخونا مصطفى خرج علينا بشكل يعني غير الاشكال اللي احنا بنشوفها كل اسبوع. يعني طبعا كل اسبوع بنشوف اخونا بصحه جيده وتمام ومفيش، فطبعا خرج اخونا مصطفى علينا فوجدنا فيه في وشه طبعا اثار ضرب، وجاي طبعا مش قادر يسلم علينا من كتفه، فيه برضو اثار الم فيه ومن ظهره حتى، يعني كان زمايله مسندينه لحد ما وصل لينا يعني. طبعا احنا شفنا المنظر طبعا اتخضينا على اخونا ايه اللي حصل، فطبعا قعد معانا طبعا الزياره كلها كانت نكد في نكد، فقلنا له ايه اللي حصل، فحكينا طبعا مأساة حصل جوه في زنزانة. قالنا طبعا ان كان عندنا تفتيش الاسبوع اللي فات، فدخل طبعا علينا يفتشوا، فتفتيش غير كل تفتيش يعني، تفتيشات عادية احنا متعودين عليها انه بيفتشوا ومفيش اي حاجة الحمد لله يعني عندهم مخالفة ولا اي حاجة لقواعد السجن يعني. فطبعا دخلوا ففتشوا طبعا زميلهم بطريقة مهينة لدرجة انهم يعني جردوه من الملابس الداخلية. فطبعا لما اعترضوا على المنظر ده اول مرة يشوفوه، وطبعا الضابط واقف هو طبعا اللي بيعمل ده بنفسه يعني، فطبعا هم اعترضوا عليه وزميل ليهم برضه اعترض تاني، فقال له تعالى انت يعني، قال له لفظ طبعا مش عارف اقوله لا، تعالى انت يا بغل، فاخدوا طبعا الاستاذ بره، فدوروا طبعا الضرب فيه قوات خاصة موجودة، فضربوا بالعصي والهروات طبعا لحد يعني ما اخونا سكت خالص. فطبعا هم اعترضوا على ضرب اخوهم يعني وزميله طبعا الضرب ده ليه وتضربوه ليه، طبعا ما قالش حاجه وبيعترض بس على التفتيش يعني، في حضرتك طريقه احسن من كده ممكن تفتش بايدك بجهاز مع حضرتك يعني بطريقه حديثه يعني. فقال له لا وانت التاني يعني تتكلم، فطبعا مسك اخويا طبعا وكان واحد تاني معاه، واتصل طبعا جاب قوات خاصه تاني طبعا لان اللي بره مش مكفيه، فجاب طبعا قوات خاصه تاني مقنعه طبعا يعني مش عارف جايين منين دي، فدخلوا عليهم طبعا مسكوهم واحد واحد ضربوا طبعا بالعصي، واخويا طبعا خد عصايه طبعا في عند عينيه فعملت له كسر في الانف وضربه في الظهر برضه عملت له كدمات في الظهر وفي فتحه برضه فوق العين، كله طبعا تاثير الضرب وكلام بقى يعني ساب يعني ما اقدرش طبعا انا اقول الالفاظ دي، حاجه ممكن حاجه طبعا بالام والاب طبعا. ف يعني اخويا بيقول لي اول مره اشوف الكلام ده والشتيمه دي واول مره اشوف يعني ظابط يعني بالطريقه دي يعني. فطبعا ما استكفاش طبعا حضرة الظابط بده كله، فبعد ما ضربهم طبعا وظبطهم كلهم وخد كل محتويات الزنزانة الاستعمال الخاص ليهم، السخان مثلا اللي بيشربوا عليه الشاي أو بياكلوا بيه منه أو كده، فكل محتويات حتى فرشة الشعر اللي بيسرح بيها خدها، ما خلالوش أي حاجة يعني، كل المتعلقات خدوها، والعساكر يعني كمان خدت وهلبت يعني كتير جزاهم الله خير. فطبعا الضابط قام باصطحابهم طبعا الإخوة اللي اتضربوا ووداهم طبعا إلى مستشفى ترى، وراح معاهم حضرتك برضو عشان يأكد إن التقرير ما يتكتبش ضده، عاوز الطبيب يكتب التقرير إن ده جاي يفتح الباب ضربه في وشه فوقع على الأرض عمل له كدمات في الظهر يعني مسرحية. فطبعا الطبيب المستشفى رفض الموضوع ده، فقال لا لازم أكتب الموجود قدامي، ده في ضرب في العين وكسر في الأنف وفي كدمات في الظهر، ويعني الانسان البني ادم مبهدل قدامنا يعني. فقال لي لا طبعا ما تكتبش كده، ما تكتبش حد حاجه ضدنا خالص، ده طبعا هو اللي ضرب نفسه وعور نفسه وموت نفسه، ده طبعا الشرطه بتاعتنا والناس اللي ساكنه اخواتنا في السجون بيتعاملوا معاهم بالطريقه دي. فطبعا الدكتور كتب التقرير، وطبعا التقرير موجود في المستشفى السجن طبعا ما نقدرش طبعا نجيبه ولا نطلع عليه يعني، بس على علم يعني وعلم اخويا ان التقرير كتب اعتبر ضد الظابط. فطبعا بعد ما كتب التقرير وخلصوا طبعا لا في علاج ولا في اي حاجه، واخويا بينزف طبعا من الانف وبينزف من ظهره،
فاخدوهم طبعا على سجن تأديبي كمان، عشان هو اعترض كمان على التفتيش، واعترض ان التقرير كذب ضد الضابط يعني. فاخدوهم كمان على سجن تأديبي، هو وكم واحد تاني معاه حوالي 4 أو 5، خدوهم سجن تأديبي طبعا في زنزانة معزولة، لا فيها علاج ولا فيها أي حاجة، وهو بينزف طبعا وحالته كانت صعبة جدا. وأنا عندي أخوي كده كده مريض يعني، بيعاني من مرض عضوي، فالنزيف ده طبعا بيأثر عليه صحيا. لحد يوم الثلاث يعني اللي هو امبارح، طبعا يا دوب خرج قعد أسبوع في سجن انفرادي، ودي المأساة اللي احنا شفناها يعني بعينينا. وشفنا اخونا يعني متأثر جدا، وأول مرة أشوف المنظر ده، وأول مرة أشوف اخونا بالحالة دي وبالطريقة دي. وحسبي الله ونعم الوكيل.